بتعرفوا إذا جوني على البيت قال مامي بدي خبرك كل يوم البابا بس وصلني على المدرسة وأنا نزلت وإجت سانت أنجيل وبعدين راح وياها. هلأ نحن عم نتعشى بتخبر القصة. اجى على العشاء وقعدوا في ناس. قالت له خبرني اليوم شو عملت بالمدرسة. قال له مامي أنا بالمدرسة اليوم وصلني البابا على المدرسة وبعدين إجت سانت أنجيل وبسيارتها هيك وقفتها والبابا هيك وقفها السيارة وأنا وقفت هيك وشفت البابا وطانت أنجيل عملوا مثل ما أنت بتعملي مع بيع الحليب. خذوا كل القصة ما طلعت شي. انتبهي شو القصة ما أنت عم بتعيشيها. يعني هيك انكشفت الفضيحة كيف متصير اثنيناتنا. راحت مرة على البنك وقالت له بدي حط $100 واحد عطاني اياها وبدي حط اطلع فيه. قال له مزورة فاذا اغتصبني. هلا صارت اغتصاب بس كانت حلال لو كانت مش مزورة. تعرفوا اللي بعت له مكتوب لمرته قال له معاش هالشهر ما قدرت يعني بعت لك ايه بس بعت لك 100 بوسة. بتجاوب وبتقول له دفعت 15 بوسة للحليب 14 بوسة لبيع الخضرة وهالقد للتليفون وبعد معي 40 بوسة رح فرقهم قبل ما تجي. ما فينا نضحك يعني هالنكتة بتصير تعملها المرة والرجال. ما بقى فينا اليوم عنا الباب مكشوف على الكل. فيك تزعبر عليها هي كمان لما بتشوفه كيف عم بتطرطق اليوم بالصرمية ولبسه. ما بقى في شيء اسمه علاقة رجل مع امرأة. ما بقى في علاقة. ما بقى في صدق بالمعاملة. هي بتروح هيك قال الولاد ما بقى يشبهوا لأمون ولا بيون. طبعا من أول كان في من الشبه 40 هلأ بيشبهوا هي وهي وهي إلا الأم والبي. وحتى المرأة ما بقى تعرف هذا ابن مين أو هو. حتى لو كان حلال بنفتكر ما بنعرف إلا هالرجال وهالمرأة ما بيعرفوا غير بعضهم. رزقة اللي عم تكلها كلها حرام ونطفي حرام وزرعناها برحم حرام. كلنا صاروا الأولاد بيشبهوا أنت بتاكلي هون هو بيأكل هون وهالنطفي هالبويضة من هالطبيخ والطبيخة. في مرة اتفقوا الرجال انه يجوا يشكروا نسوانهم اللي عم تطبخ لهم او العشية او الطباخ. وكلهم قالوا لهم كنا عم نشخ بالاكل وعم نبزق بالاكل وفرجوها بالسي ان ان على الشعب كله شو بيعملوا بالمطاعم وبالمطبخ. فاذا شو بنعمل بالبيت بس تفوت على البيت اذا كنت مقهورة ما تطبخي اذا زعلانة انتبه. أنا بعرف رجال حلو كتير كنا بنعرفه معنا كان عايشين بجماعة ومرته بشعة. تعجبنا كيف قالت أنا حسيت أنه بدي صارت له ما في غيري بدي يتجوزك ولادي بدي يكونوا منك وهيك تجوز منا 3 أولاد بعدين تركها. بس كلنا عرفنا بهالقصة من نوايا فيك تعمليها. فإذا وقت منحط نكتة طبعا هي بدها تكون حقيقة. عرفت تصبوا دير للرهبات. دخيلكم قالوا الرهبات كلنا إذا بدكم بس مش المير سوبريور يعني الرئيسة. قال لا كلكم بقى نغتصبكم. قالت الرئيسة يعني كلكم قال